عام من الانتهاكات بدون محاسبة، عنوان عكس مضمون المؤتمر الذي نظمته مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام. الدكتورة مجدة عدلي رئيسة مركز النديم تحدثت عن أمنياتها التي تتجدد كل عام في أن تكون حالات التعذيب والانتهاكات على يد وزارة الداخلية أقل، وهو ما لم يتحقق. المنظمات الحقوقية بتنادي بإعادة هيكلة الداخلية باعتبارها أهم خطوة في خطوات استعادة الكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات المصريات، لكن للأسف ده لسه ما حصلش. كما تضمن المؤتمر عرض إحصائيات حول انتهاكات تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال العام الذي كان الأعلى في الاعتداءات على الصحفيين بحسب وصف سارة المصري الباحثة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي أكدت أن ما رصدته ووثقته المؤسسة ليس كل شيء. من خلال رصدنا لأعداد مختلفة جدا من الانتهاكات اللي حصلت على الصحفيين، كان أهمها 195 اعتداء، كان اعتداء ده بدني وتكسير معدات للصحفيين. كل الحاجات دي ده الرقم اللي احنا قدرنا ان احنا نرصده في فترة من 30/6 حتى 31 مايو. أما الانتهاكات الطلابية فرصدها محمد ناجي الباحث بالمؤسسة، والذي اعتبر أن هذا العام الدراسي هو الأعنف منذ إنشاء الجامعات والأسوأ على الحريات الطلابية، متحدثا عن العنف ضد الطلاب في الجامعات من فصل تعسفي إلى الخطف والإخفاء القسري. أعنف عام دراسي جامعي على الإطلاق، هو الأعنف في تاريخ الجامعات المصرية تقريبا منذ إنشائها، وهو كمان الأسوأ من حيث الحريات الطلابية ومن حيث المحتوى الأكاديمي المقدم. المؤتمر حمل شهادات من طلاب تعرضوا لانتهاكات وتعسف من جانب أجهزة الدولة، كما أورد شهادات لنشطاء معتقلين تحدثوا عما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات مورست بحقهم على مدى شهور قضوها ما بين مراكز الاحتجاز والسجون. دخلت لقيت الإسلاميين متعرضين لانتهاكات قوية جدا، يعني تقريبا ما فيش حد ما كانش متورم أو فيه كدمات في جسمه. يعني كنا أول ناس ندخل من التيار المدني المكان ده، طبعا مكان جنائيين على سياسيين، كان مفتوح، الجنائيين جوه بيبيعوا مخدرات علنا وجهرا كده، والضباط عارفة وشايفة. يعني التقرير الذي أهداه مصدره إلى المظلومين والخاضعين لعمليات عنف ممنهجة من قبل السلطة، ورغم ما حواه من أرقام وإحصائيات مفزعة، يمثل بحسب مراقبين خطوة تحتاج لمزيد من تكاتف النشطاء والمؤسسات الحقوقية في اتجاه رصد حالات الانتهاكات التي تمارس ضد المسجونين وأهاليهم، والتي لا تتوقف على مدار الساعة.